اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم الصراحه امام واحد الوضع ماساوي. هذه البلاصه اللي كتشوفوا معنا الان في هذا المباشر، هذه ماشي مزبله، ولكن هذا مكان ديال واحد السيد كينعس فيه سميتو عزيز. هذه هي البلاصه ديالو، كيجمع الكرتون وتينعس هنايا. نتوما كيف ما كتشوفوا هاد الزريبيه وهاد الهياضه راه تينعس فيهم. للاسف القصه ديالو جد مؤلمه. لاحوه الخوت ديالو الزنقه فولا تينعس حدا الجامع ديال الرحمه، ديال حي الرحمه، حدا الفيلات، حدا دار الضريبه. الجامع ديال حي الرحمه اللي حدا حي الصناعي، حي الرحمه، الجامع ديال حي الرحمه، الفيلات اللي حدا حي الصناعي. تنعطيكم العنوان لان عزيز ما عندوش تليفون، سنين هو تينعس هنايا، سنين يعني الساكنه هما اللي اتصلوا بنا باش نجيو نوصلوا المعاناه ديالو، باش تعاونوه وتوقفوا معاه. نداءنا للمسؤولين والجمعيات وايضا الناس المحسنين القلوب الرحيمه. عزيز كيعيش ظروف مأساوية بعقله كلشي، ولكن أصبح متشرد. غادي نمشيو عند عزيز لأنه كيتسناني غير في الضليلة، ما قدرش يبقى في الشمس. هو باقي صغير ولكن ولا تيبان كبير ومسن، فغادي نمشيو عند عزيز باش توقفوا معاه. وكنتمنى من المشاهدين ديال قناة شوف تي في، قناة الشعب، أنكم توقفوا كاملين مع عزيز لأنه محتاج لكم، محتاج لكم توقفوا معاه. العائله ديالو تخلوا عليه فما تخلوش عليه نتوما. هذا هو عزيز. السلام عليكم. عزيز شحال سنين وانت كتنعس هنا في الزنقه؟ واخا تخلاو عليك خوتك، العائله تخلات عليك، انت ولد لاله مريم يعني ولد كازا، ولكن شاءت الاقدار انك تنعس في الزنقه وتعيش في الزنقه. اليوم بغينا هذا النداء يوصل للقلوب الرحيمه ويوصل حتى للمسؤولين والجمعيات والمراكز اللي عندها علاقه بالناس اللي كيعيشوا وضعيه صعبه. لا خليك انت شد من عندي الميكرو، انت خليك معايا واحد الدقيقه وتعاود لي من الاول عزيز كيفاش تلاحيتي الزنقه، كيفاش شفتي كتنعس حدا الجامع ديال حي الرحمه؟ كان امي ما تتعقلش على راسها. اييه. خويا كبر مني مات. اييه. وخوتي اخرين مني مات خويا وجراو عليا. جراو عليك. لو واحد هز راسو وانت لاحوك الزنقه. لا عارف شحال عندك من عام عزيز؟ لا ما عرفتش. لا ما عقلت. شحال من عام وانت كتعيش هنا في الزنقه حدا الجامع؟ انا ملي كنت باقا صغير، ملي كنت باقا صغير. اذا باقا باش كتعيش، باش كتصرف، باش كتعاون الناس اللي كيعطوني الماكله. الناس ديال الحي هنايا. هذا ديما تيجيب لي الماكله. واخا وانت كتنعس هنا في الزنقه. عييتي في الزنقه عزيز؟ ايوا كلشي حمد الله وشكرته. لا عياتك الزنقه، عياك البرد والشمس والشتا كلشي فيه. ايوا صافي ايوا. ما تبكيش عزيز، ان شاء الله يكون الخير. كون عرفتي بيا كون عاود لي شوف، عرفتي الناس دابا كيشوفوك في هذا اللايف وباغين يوقفوا معاك وباغين يعاونوك. دوكا هي دوكا امي. ما تتعقلش على راسها. واخا شوف، خلي امك وخلي عائلتك وخلي خوتك، حنا اليوم جينا عندك انت باش نوقفوا معاك انت يا عزيز. عاود لينا كيفاش كتعيش في الزنقه، المعاناه، علاش كتعرف في الشارع؟ البرد وفيا البرد وكرسي. فيك البرد كتحس بالبرد؟ كرسي هنا وكرسي. هذيك هي بلاصتك كتعس ياك؟ لا جات الشتا كتحول هنا. كتحول لهاد البلايصه كتضرك بها السقف. عمرك تجوزتي يا عزيز؟ باقا ود. ما عمرك تجوزتي؟ واخا خوتك ما عمرهم جاو سولوا فيك، ما عمرهم قلبوا عليك والو. والو. دابا لا شافوك خوتك غير عرفوك. عرفوني دروك، ولكن يقول لك فلوس. لا دابا خوتك لا شافوك يعرفوك. ايه عرفوك. شنو تبغي تقول لهم؟ نقول لهم انا ما عايش هنا. عايش. عمرك عيتي بالزنقة. ايه. شنو كتتمنى اليوم عزيز؟ شنو كتتمنى؟ ايوا اللي قسم الله. بغيتي تحيد من الزنقه؟ يا اختي انا نبلق شويه حتى يفرج الله. لا دابا انت بغيتي تحيد من الزنقه. ايه. عياتك الزنقه. ايه. بغيتي شي حد يوقف معاك. ايه. ياك عزيز. ايه. واخا شنو تقول للناس باش يوقفوا معاك؟ شنو تقول للمحسنين ومجمعين؟
جمعيات ومسؤولين باش يوقفوا معاك ويجيو يهزوك من هاد الزنقه. لا بغيت هذه اللي تراب بيا. اللي تراب بيا. ما كتعومش يا عزيز؟ لا ما عمرهم ما خلونيش. وشحال ما مشيتي للحمام شحال ما عمتي؟ منيك باقي. يعني سنين ما عمتي؟ ايه. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن هادو اللي هنا واحد المرا كانت تيخلوني ندخل نعوم. اييه. واحد خيتنا عاد خيتنا هي تقول لي ما تديش تدخل. والله يحسن العوان. شوف حنا اللي دار معاك شي خير داك الشيء بينو وبين الله. أيه. واللي ما قدرش الله يسر ليه. كديما تنعوم. حيت شوف حيت انت مسؤوليه ديال المجتمع المدني، مسؤوليه ديال الجمعيات، مسؤوليه ديال المراكز، فالساكنه اذا داروا شي اجر الله يرحم لهم الوالدين. ديما تيديو لي الحمام. واخا اذا مشاهدي قناه شوف تي في الله يجازيكم بالخير. هذا المباشر حنا عزيز ديما تيجيو عندنا وتيقولوا لنا راه واحد السيد تينعس هنايا حدا الجامع. فكنتمنى خليك جالس عزيز تحول من الشمس تحول. فكنتمنى من المراكز اللي مختصه بالناس اللي كيعيشوا في وضعيه صعبه واللي تيعيشوا في الشارع واللي متشردين تينعسوا في الزنقه، كنتمنى انكم توقفوا معاه وتجيو. وانا غنعطي العنوان مسجد حي الرحمه ديال الفيلات اللي القرب من حي الصناعي ياك حدا دار الضريبه ياك هذا هو العنوان حدا الجماعه. فكنتمنى انكم تجيو توقفوا مع عزيز. رسالتنا ايضا القلوب الرحيمه الناس المحسنين اللي ديما بابهم مفتوح في الوجه ديال الاخر. عزيز محتاج لكم الله يجازيكم بالخير. اللي قادر انه يوقف مع عزيز ويتعاون معاه. اختي انت مساكنه تبغي تهضري؟ واخا اجي هنا يا اختي. معنا من الناس ديال الساكنه اللي غتدلي بالشهاده ديالها في حق هذا السيد هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لك على هذه الشهاده حق اللي غتدير. اكيد اكيد. هذا السيد ديما تيجيونا اتصالات تيقولوا لنا واحد السيد راه في الزنقه مده طويله. وراه عرفتي شحال من مره، ماشي غير هنا، راه كل مره كيكون في بلاصه كيتحول وكيتحول مسكين. بعض المرات في الشتاء كيكون في واحد الحاله اللي هي صعيبه صراحه. وسبحان الله جات هذه المبادره طيبه من عندكم، كنشكركم. السي عزيز عزيز علينا. كتعرفني بعدا سالي. ولكن كنتمنى نشوفه ان شاء الله في يكون في احسن الاحوال ان شاء الله باذن الله. وهذه المبادره غتكون طيبه الا شافوا شي ناس وتراحموا معايا ان شاء الله باذن الله. كلمه منك اللي نقول لك كتعيشي الظروف ديال عزيز راه كتعيشيها معاه. لا ديما حنا كتجي للحانوت كتشوفي ديما كنكونوا لا ديما كنكونوا معاه. تقولي للمسؤولين والقلوب الرحيمه. نتمنوا من الله عز وجل شي اي واحد شاف هذا الفيديو واكيد راه كاينه قلوب رحيمه. فكنناشد اي واحد يعني شاف خويا يدير هذا الخير ان شاء الله باذن الله، وما غيلقى غير الخير في الدنيا والاخره ان شاء الله. واخا اختي عطينا العنوان بالضبط فين كاين الزنقه. ما عرفتش. المهم هو حي الرحمه اللي تابعه لبن مسيك ياك، حدا الجامع ديال التوفيق، مسجد التوفيق ياك، مسجد التوفيق فيلات حي الرحمه اللي حدا الغابه الخضراء، قريب الغابه الخضراء وقريب الكليه ديال الحموله رشيد. يعني راه معروف وحدا الجامعه ديال الحموله رشيد. هذاك كاين الجامعه معروفه هي تتصور يا استاذ هنا. شكرا لك وجزاك الله الف خير. الله يحفظك الله يسامحك. شكرا لك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في العنوان راه باين وواضح. اللي بغى يتعاون مع عزيز يجي يعاومو، يجي يحس اللي راه كاين ناس مختصين وكاين ناس اللي كيديروا هاد المبادرات الطيبه. يجيو يعاوموا عزيز ويبدلوا ليه، يحسنوا ليه، يعطيوه حويجات نقيين. احنا ما كرهناش. تكون المبادره الكبرى هو انه يتهز من الشارع ويمشي لشي مركز باش يعيش فيه. اولا تقدروا راه عزيز راه تيعرف كل شيء وتيفهم كل شيء. اللي بغى يكري ليه شي غرفه ولا شي بيت فين يستقر، يدير ليه شي حاجه يبيع ويشري فيها، راه يقدر عزيز نشوفه في صوره اخرى الا وقفنا معاه باذن الله. فكنتمنى من القلوب الرحيمه ومن المسؤولين بالدرجه الاولى ومن المراكز المختصه بالناس في وضعيه صعبه يتدخلوا على الخط ديال عزيز ويوقفوا معاه. احنا عطينا العنوان، عطيناكم القصه ديال عزيز. احنا الدور ديالنا كاعلاميين كنوصلوا بالصوت والصوره المآسي ديال الناس. ف
فكنتمنى تكون اجابه منكم انتم كمجتمع مدني وكمراكز وكجمعيات وكمسؤولين. حتى لهنا مشاهدي قناه شوف تيفي ما غاديش نطول عليكم، وكنتمنى نسمعوا شي اخبار زوينه في اقرب وقت على عزيز، ويتصلوا بنا وقلنا ودي راه داك الراجل راه عاونوه الناس. حتى لهنا غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.